اخبار الدوري الممتاز، نروح لاخر اخبار الدوري الممتاز به. وقرر الجهاز الفني لفريق مكادي بقياده نبيل محمود الغاء وديه الجونه واللي كان من المقرر اقامتها يوم الاثنين القادم، نظرا لقرار الجهاز الفني بمد الاجازه الاسبوع القادم بعد قرار تاجيل بدايه دور ال 32 لكاس مصر، واستعداد طبعا الفريق لاستئناف الدوري في مجموعه الهبوط، حيث بيحتل الفريق المركز السادس برصيد 23 نقطه. كمان فاز فريق طنطا ودينا على عثمانيون بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل لطنطا مامادو رشيد هدفين ومحمد بوجي ومحمد كرم وأقطاع عبد الله هدفا، وبيستعيد طبعا الفريق الودية اللي ودية الديكنس اللي جاي المقرر إقامته يوم الثلاث القادم على ملعب طنطا في ظل الاستعداد القوي للفريق لعودة الدوري في الفترة القادمة. اتفقت إدارة مركز شباب بنية سمنوت اللي بيشارك فيه المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث على إقامة أولى مباراة ودية مع فريق طلاع الجيش يوم السبت القادم في 9:30 على ملعب الجهاز الرياضة العسكري في ظل استعداد الفريق لاستئناف الدوري في الفترة القادمة بعد خوض الفريق اللي راح استمرت يعني الأسبوع. بالمناسبة بيحتل الفريق المركز العاشر في المجموعة برصيد 19 نقطة.